بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه السيدات هدات والساده الحضور الكرام اسمحوا لي في البدايه بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن المجموعه الوزاريه للتنميه البشريه ان اتقدم بخالص التحيه والتقدير لسياده الرئيس لما نلقاه من دعم مستمر لقضايا الصحه والسكان والتنميه البشريه. وذلك في إطار هدف أشمل يتمثل في توفير حياة كريمة للمواطن المصري كما أتوجه إلى حضراتكم بكل التحية والشكر على تشريفكم بحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية حيث يتزامن مع مرور ثلاثين عاماً على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة سنة 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكانية دولياً في ظل التحديات التي واجهها عالمنا خلال حوالي ثلاثة عقود وتبعات تلك التحديات على تنفيذ الالتزامات المعلنة في إعلان القاهرة 1994 وتحقيق الأهداف السكانية والتنموية المتفق عليها وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وذلك في إطار تحاوري يهدف إلى تجديد الالتزام نحو القضية السكانية وطرح مناهج جديدة للتعامل مع تلك القضية في ظل المتغيرات المتلاحقة مرحبا بكم على ارض مصر الطيبه مهد الحضاره وارض السلام هذا البلد الامين الذي كرس دوره على مدار التاريخ كي يكون جسرا وصالا يربط بين حضارات العالم ويصل بين شعوبه يثري مسيره البشريه بمزيج خلاق من قيم انسانيه رفيعه واسهم في صنعها حوار الحضارات وتفاعلها الخصب فوق هذه الارض الخالده على مدار سبعه الاف سنه يتناول هذا المؤتمر قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها وهي قضية السكان والتنمية البشرية، والتي تمثل تحديًا رئيسيًا لهذا الجيل والأجيال القادمة، وعائقًا أساسيًا أمام جهود الدولة للتنمية والنمو ورفع مستوى المعيشة. ويتمثل جو في استكمال المساعي التي بدلتها مصر خلال الفترة السابقة في مجال السكان والتنمية. حيث تم إطلاق واحدة من أهم برامج السكان والتنمية وهي مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية وإني على ثقة أن المناقشات المكثفة خلال أيام المؤتمر سوف تنتهي ببرامج عمل تتبناها كل القوى المشاركة بما يكفل فعالية التنفيذ استأذن سيادتك فندم في عرض جهود الدولة المصرية وإنجازاتها خلال الفترة من 2014 ل 2024 في مجالات التنمية البشرية بالاضافه الى خططها لاستكمال مسيره البناء والاستكمال في راس المال البشري. الحقيقه يا فندم واحنا بنعد انا وزمايلي اللي انا بمثلهم النهارده وهم المجموعه الوزاريه للتنميه البشريه الموضوع اللي هنعرضه قدام سيادتك في ظل الوقت المتاح فكرنا في اكثر من زاويه نتكلم فيها على مشروع التنميه البشريه ولقينا ان احنا محتاجين خلال الفتره اللي جايه الحقيقه ان احنا نتكلم على المشاريع القوميه اللي تبنتها الدوله المصريه خلال العشر سنوات الماضيه وازاي المشاريع دي كانت ليها تاثير مباشر على التنميه البشريه فحاولنا ان احنا نشوف وجهه نظر المجتمع الدولي في المشاريع القوميه اللي من خلالها قدرنا نشتغلها في عشر سنين علشان نقدر نكون حققنا جزء من تاسيس التنميه البشريه حتى يمكن البناء عليها في المرحله القادمه من 2024 ل 2026. كمان اتكلمنا على القضيه السكانيه وازاي القضيه السكانيه هي قضيه حاكمه في التنميه البشريه مش بس في مصر كان على مستوى العالم والمشروع القومي للتنميه البشريه في المستقبل. الدوله اشتغلت في مشروعات متعدده بتكلفة أكثر من 10 تريليون جنيه في خلال 10 سنين تعدت ال 10 تريليون جنيه في خلال عشر سنين في مشاريع خاصة بالبنية التحتية في تطوير وبناء الإنسان وأيضا في التنمية الاقتصادية هذه المشاريع الضخمة اللي تبنتها الدولة المصرية خلال هذه السنوات ما كانش في ملف واحد ما تمش التعرض ليه وما تمش اقتحامه من الدولة المصرية أنا بقول كده لأن الأولويات كانت كلها موجودة من 2014 للنهاردة سواء بنية تحتية سواء تعليم وصحة زي ما حضراتكم شايفين سواء طرق سواء نقل أمن غذائي حماية اجتماعية كل مناحي التنمية موجودة في المشروع القومي اللي تم من 2014 لحد 2024 بهذه التكلفة الضخمة اللي تجاوزت العشرة تريليون جنيه لكن احنا بنشوف ايه اللي ممكن اه نعمله احنا نشوف محركات البحث العالمية باستخدام الذكاء الاصطناعي او روبوت المحادثة اه والقواعد ومعالجة اللغة الطبيعية ونستخدم نشوف رأي المجتمع الدولي على المشاريع القومية اللي تمت في خلال عشر سنين رأيها ايه في التنمية البشرية وسألنا سؤالين ازاي يكون في تأثير مباشر ليه التنمية البشرية أو المشاريع على التنمية البشرية وسألنا إيه التحاليل الدولية اللي على هذا الموضوع علشان نقدر أن احنا نطمئن على وجود بعد دولي لما تم في مصر خلال العشر سنوات كان الرد الحقيقة ودي منصات ومحركات دولية بتستسقي المعلومات من كل ما كتب عن المشاريع الخاصة بمصر خلال العشر سنين واحنا حددنا له مهمه وهي ربطها بشكل مباشر فكان الرد من خلال التشات جي بي تي بيقول ان هناك مستوى المعيشه وجوده الحياه هناك توفير لفرص عمل وزياده في الدخل هناك تحفيز في النمو الاقتصادي وايضا تعزيز للتعليم والتدريب المهني وتحسين جوده الرعايه الصحيه وتحسين جوده التعليم ده راي المؤسسات الدوليه من خلال محركات البحث فيما هو تم من في مصر في خلال عشر سنين إذا ما فعلته مصر من تبني لمشاريع ضخمة خلال عشر سنين في كل المجالات كان محل تقدير من المؤسسات الدولية بشكل كبير وكان له تأثير مباشر على التنمية البشرية اللي هي في صميم بناء الإنسان سألنا السؤال الثاني الخاص بالتقارير الدولية يعني الكلام ده مصدر المعلومات من خلال منصة البحث مصدرها إيه؟ كان المصدر الرئيسي في البحث هو المؤسسات الدولية زي البنك الدولي وزي صندوق النقد الدولي وزي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليو أن دي بي وأيضا المؤسسات الأخرى زي اليونيسيف واليونسكو واليو أن ايجنسيز بشكل عام إذن ما تم من خلال العشر سنوات كل مجال تم في مشروع كان له بعد رئيسي وأساسي ومباشر في التنمية البشرية سواء من خلال خلق فرص عمل أو من خلال تحسين حياة المواطن المصري أو تحسين أداء الاقتصاد وده يأخذنا إلى أهمية أن الأمور في الدولة من المشاريع القومية لها أساس وأساس كبير في كل المشاريع لو تكلمنا عن مشاريع خاصة بالتعليم أو الصحة أو الطرق أو النقل أو المواني أو الزراعة أو الحماية الاجتماعية هنلاقي الرعاية الصحية لوحديها من خلال أكثر من 1300 1300 مشروع في عشر سنوات بتكلفة حوالي 177 مليار جنيه بخلاف المبادرات الرئاسية وبخلاف كثير من المنشآت الصحية والعلاج عن نفقة الدولة وقوائم الانتظار لو رحنا للتعليم قبل الجامعي هنلاقي الانفاق الحكومي حوالي تريليون جنيه سواء من خلال زيادة في أعداد الفصول الدراسية أو زيادة في أعداد المدارس وأيضاً الاهتمام بالتعليم الفني والمدارس المتخصصة زي المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين كل ده أدى إلى زيادة في ال... مؤسسات التعليم سواء التعليم القبل الجامعي أو إضافة ما يقرب من خمسين جامعة في فترة ست سنوات أو أقل لمنظومة التعليم بالإضافة إلى موازنة زيادة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي حوالي 300 ضعف عما كانت عليه في 2014 بخلاف المشروعات الجارية العمل على أساسها في مجال الحماية الاجتماعية أيضاً تخصيص أكثر من 200 مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة ومن خلال توفير الدعم نقدي وأيضا مساعدات أخرى من خلال تعويضات المتضررين مشروع حياة كريمة وهو المشروع الأضخم على مستوى العالم الذي يستفيد منه أكثر من 20 ل 25 مليون مواطن فقط في مرحلته الأولى عشان يقضي حوالي 1480 قرية وحوالي 52 مركز في كل قرى مصر المحافظات المستفادة بهذا بهذا المشروع الضخم حتى في التنمية الصناعية والتوسع في المناطق الصناعية الكبيرة في كل مستوى الجمهورية وتنفيذ ما يقرب من 17 مجمع صناعي وتوفير أكثر من خمسين ألف فرصة عمل في مجال الكهرباء والطاقة يعني ليست في مجال أتحدث فيه عن كافة المشروعات لأن هذا يعني تم الحديث عليه مرارا وتكرارا لكن كل ما أردت الإشارة إليه أن نتكلم على المدن الجديدة اللي احنا جزء من موجودين فيها النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة هي مثال لتنمية عمرانية وتنمية اقتصادية وتنمية بشرية لخروج من الوادي الضيق من 7% المصريين عايشين في حوالين الدلتا الى ما يقرب من 11 و من عشره ومتجهين الى ان احنا نكون في 13% من مساحه مصر المأهوله نستطيع من خلال التوسع بعدد كبير من 24 مدينه جاري تنفيذها من مدن الجيل الرابع. لكن الحقيقه الاستثمار في البنيه التحتيه ليست بدعه وليست يعني وليده صدفه وكل المؤسسات الدوليه وكل الدول اللي تقدمت عبر التاريخ ونشوف يعني مهاتير في ماليزيا بيتكلم على ان التنميه البشريه تحتاج الى بنيه تحتيه وبنيه تحتيه قويه حتى تكون الاساس لاي تنميه بشريه ايضا بانكي مون الامين العام السابق للامم المتحده وبيتكلم على اهميه البنيه التحتيه في تشكيل اقتصاديات العالم لكن يعني هذه البنيه التحتيه تحتاج أو المحللين الأكاديميين اشتغلوا على فكرة تحليل الدول التي تقدمت عبر التاريخ من خلال الثورات الصناعية علشان تشوف إزاي قدرت إنها تتقدم وحطوا التقدم الاقتصادي في الدول مبني على خمس مراحل وسموها على اسم العالم مراحل النمو عند روستو أو روستو إيفالويشن للجراث وهو اتكلم على مجتمع تقليدي بدائي بيعتمد على الزراعه وهو مجتمع هش لابد من العمل على زياده موارده والحاجات ليه ودي مرحله في دول كثيره واحنا بنتكلم النهارده موجوده في هذه المرحله وهو المجتمع التقليدي ثم التهيؤ للانطلاق باكتشاف التقنيات وانتشار العلوم والتكنولوجيا والدخول للأسواق الخارجيه وقيام نخبة مؤهلة بالأعمال والاستثمار وأيضا ظهور طبقة من المفكرين وحصول تطور في الفكر والمعرفة ثم مرحلة الانطلاق وهي مرحلة قريبة أو يعني تعتبر نسبيا قصيرة بحكم الزمن 20 ل 30 سنة اللي بيحصل فيها نمو في الدخل الوطني ونحو الاقتصاد وأيضا وجود قطاعات تتميز بالتركيز وتتميز بالتركيز المناخ السياسي والمؤسسي الملائم، وايضا الانطلاق نحو الاستثمار المنتج اللي هو بيؤدي الى زياده في دخل الدوله. لو رحنا للمرحله الرابعه وهي السير نحو النضج، وهي المرحله اللي مصر موجوده فيها طبقا ايضا للتصنيفات الدوليه ان يكون هناك استثمارات ضخمه، هناك دوله فيها اهتمام بالاصلاح الاجتماعي، ازدهار في التجارة الخارجية والتمتع باقتصاد وظاهرة تحضر في المجتمع وهي المرحلة القبلة الاستهلاك الواسع ودول الخمس مراحل الحقيقة اللي بيتكلم فيهم روستو على ازاي ممكن اي دولة تمر بخمس مراحل للتطوير حتى تصل الى مرحلة النمو يمكن انا يعني بحكم تخصص هتكلم على ما تم في خلال الصحه بنتكلم على الاكثر من 10 تريليون يمكن نصيب وزاره الصحه كان تريليون منهم في مشاريع كبيره جدا اهمها على الاطلاق هو التامين الصحي الشامل بالاضافه الى قرارات نفقه الدوله وقوائم الانتظار والمبادرات الرئاسيه وايضا كافه المشروعات القوميه في خلال الوزاره ال 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 الهدف من الاستثمار في قطاع الصحة هو هو صميم الاهتمام بالتنمية البشرية لأن جزء كبير من التنمية البشرية مبني على فكرة العمر المديد والصحة الطويلة وأيضا المجتمع الصحاء والدليل أن هناك مؤشر في التنمية البشرية مبني على زيادة العمر في المجتمع أو قياس تقدم الأمم بمتوسط العمر من عند الولادة التأمين الصحي القديم أو الحالي قبل الجديد نتكلم على حوالي 240 مليار جنيه وعدد حضراتكم تقدروا تشوفوا عدد المنتفعين اللي وصل ل 69 مليون منتفع وايضا التكلفه تعدت ال 51 مليار جنيه سنويا لو اتكلمنا على المرحله الحاليه في التامين الصحي الشامل سواء المرحله الاولى ست محافظات او المرحله الثانيه في خمس محافظات بتكلفه حوالي 51 مليار للمرحله الاولى وحوالي 120 مليار للمرحله الثانيه في محافظات الجديده ده مشروع في خلال 20 30 20 30 32 يستطيع ان ان يعمر ويغطي كافه المواطنين على مستوى الجمهوريه. مشروع قوام الانتظار اللي استفاد به 2.4 مليون مواطن في ب 20 مليار جنيه وايضا عدد قرارات نفقه الدوله زي ما حضراتكم شايفين اللي تكلفتها وصلت لاكثر من 107 مليار جنيه في خلال هذه الفتره. ده حمايه صحيه للمواطن وده صميم في التنميه البشريه. من خلال المشاريع دي خلقت فرص عمل وقدرت تخفف من الام المواطنين وقدرت انها تحصل تحسين لجوده تقديم الحياه او تقديم جوده الرعايه الصحيه للمواطنين في كافه المحافظات. المبادرات الرئاسيه لتحسين الصحه العامه بنتكلم على ما يقرب من 14 مبادره رئاسيه. خلال هذه المبادرات بتاخد رحله المريض من بدايه حياته لحد فوق سن 65 سنه. حققنا فيها نجاحات زي النجاح اللي احنا شفناه من فترة ليست ببعيدة وهو حصول مصر على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية لخلوها من فيروس سي وأيضا على شهادة الإشهاد النهاردة من الملاريا وكثير من المبادرات الرئاسية للصحة العامة الخاصة بالأورام السرطانية وبسرطان الثدي وهي هامة جدا في النتائج الخاصة برعاية الصحية للمواطن المصري واستفاد بيها حوالي 94 مليون مواطن في 170 مليون خدمة أيضا هناك إشادة دولية بما تم من قطاع الصحة كما أشاد رئيس وزارة الصحة العالمية أمام حضراتكم منذ قليل هناك إشادات كثيرة الطريق طويل أنا لا أدعي أن هناك حل لكل المشاكل ولكن نحن في الطريق منذ عشر سنوات والدولة تسعى جاهدة أن تحسن من أداء الخدمة الصحية ولسبيل التنمية البشرية 1219 مشروع بحوالي 177 مليار جنيه في كل محافظات مصر ودولة الرئيس يمكن في خلال زياراته يعني في كل المحافظات في إقاليم المختلفة بجزء من اهتمامه إنه يكون في وسبات وفي زيارات للقطاع الصحي حتى يطمئن على جاهزية القطاع الصحي في كافة المحافظات على قدر سواء لم نكتفي بهذا وأيضا من تكليف من سيادة الرئيس بالاهتمام بما يطلق عليه المدن الجديدة مدن الضخمة في الرعاية الصحية سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو في معهد ناصر أو معهد النيل الطبي المدينة الطبية الجديدة أو في مدينة العالمين الجديدة إن شاء الله للمشروع القومي للصحة النفسية ولكن يبقى دائما القضية السكانية هي محور القضايا على مستوى الدولة فيما يخص التنميه والتحدي هو تحدي زياده السكانيه والزياده والنمو الاقتصادي. يمكن النهارده تتصادف ان هذا المؤتمر يعني بعد 30 سنه من المؤتمر الدولي للسكان والتنميه عقد في القاهره في 1994 وكان في هذا التوقيت يتكلم عن العدد والحجم يمكن اليوم اختلفت المنظومه لما نتكلم على السكان نتكلم أكتر على الخصائص السكانية من تمكين وأيضا من حقوق للمواطنين. فاللغة اختلفت بعد 30 سنة ولكن التحدي لا زال قائم بالنسبة لمصر وهو القضية السكانية التي نزداد بها تقريبا في النمو السكاني أكتر من 3472 يوميا وطبعا دي كل ده من الجهاز مركز التعبير العامة والإحصاء اللي بيمدنا يوم بيوم بكل الإحصائيات إحنا بنزيد حوالي واحد نسمة كل 25 ثانية هنا نقصد بالزيادة وهو الفرق ما بين المواليد والوفيات وبالتالي كل 72 يوم في 250 ألف زيادة يمكن الدولة ما وقفتش عند هذا الرقم ساكنة لكن في خلال أيضا العشر سنوات الماضية ومن خلال دراسة الهرم السكاني وتوقعاتنا على المستقبلية مهم جدا أن احنا نعرف أن زيادة عدد السكان في مرحلة العمل من 15 سنة إلى 64 سنة هو ده المستهدف عندنا لكن مش أي مواطن مواطن المؤهل للعمل الذي يستطيع أن ينتج واستطيع أن يكون فاعل في المجتمع وبالتالي الدولة المصرية في الفترة الأخيرة حققت نجاحات في هذا الملف لم ننتهي بعد ولكن حققنا نجاحات في 2023 طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن انخفض معدل الزيادة الطبيعية بنسبة 8% مقارنة بعام 22 انخفضنا بحوالي 149 ألف مولود مقارنة بسنة 22 وده مجهود طويل عبر سنوات طويله تبنتها وده حقق لنا ان لاول مره نشهد ان معدل الانجاب الكلي في مصر ينخفض الى 2.5 بمعنى ان كل سيده في مرحله الانجاب بتصل الى 2 طفل و 5 من عشره وده يعتبر اول رقم نصل اليه من عبر تاريخ مصر بالكامل لو حضراتكم شايفين من سنه 75 كان 5.3 احنا بنتكلم على 2.5 سنه 23 ان شاء الله من خلال المجلس القومي للسكان ومن خلال الخطط البرنامج القومي للتنميه البشريه ومن خلال اهتمام الدوله المصريه في كل قطاعاتها احنا مستهدفين يا فندم ان احنا نوصل ل عشرة على عشرين ثلاثين. وده هيحقق معدل الاحلال وده معدل يعتبر جيد جدا اذا استمر المنحنى في الانخفاض وده يخلينا لا نتحدث عن عن العدد ولكن نتحدث عن الخصائص السكانيه نستطيع من خلالها تحسين احوال المواطن المصري هي التنميه البشريه والقضيه السكانيه يعني وجهين لعمله واحده نستطيع ان احنا نعمل بيهم، اذا احنا وقفنا عند ما تم في خلال العشر سنوات الماضيه من 14 24 الى تاسيس الدوله المصريه للتنميه البشريه ثم الاعداد لمرحله الانطلاق لمشروع القومي للتنميه البشريه لنعمل بيه على جوده الحياه وجوده الخدمات وده اللي احنا انا وزمايلي ممثلي المجموعه الوزاريه للتنميه البشريه بنشتغل عليه دلوقتي يا فندم بعد ما كان هناك تهيئه للمجتمع بشكل كامل وبشكل مؤسس على ما تم من خلال العشر سنوات وده المشروع القومي الجديد اللي بنتكلم فيه وهناك دعم من فضيله الامام ومن قداسة البابا ومن المجتمعات الدولية اللي موجودين معنا في القاعة النهاردة اللي بشكرهم على دعمهم لهذه القضية وتقدرهم أن مصر يعني وجدت أن هناك مسؤولية كبيرة في التنمية البشرية واهتمام قومي على مستوى الحكومه بهذا الملف الكبير. التنميه البشريه وانواع التنميه هي المحرك للتنميه الاقتصاديه وهي المحرك للتنميه الاجتماعيه وهي المحرك للتنميه المستدامه. دون العنصر البشري لن يكون هناك تنميه. التنميه البشريه عشان نقدر نشوف احنا فين لازم نعرف احنا مستهدفين ايه بمؤشرات واضحه سواء من خلال الصندوق الانمائي او من خلال البنك الدولي. اللي بتتكلم على حياة طويلة وصحية بتتكلم على عصر المعرفة وبنتكلم أيضا على مستوى معيشة لائق للمواطن المصري الأساس موجود إزاي نعمل على نعمل في خلال المرحلة القادمة على تحسين كل المؤشرات لكن إحنا بنتكلم على مؤشر حاليا للصندوق الأمم المتحدة أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إحنا في المرحلة الأمنة وهي مرحلة المرتفعة في المؤشر المؤشر بيشتغل من صفر إلى واحد إحنا فاصل سبعة حالياً وعارفين المشاكل يا فندم اللي عندنا ايه ومن خلال المؤشر بنشتغل انا وزمايلي في المجموعه الوزاريه ازاي نقدر نصل الى تحسين المؤشر في مصر في المرحله القادمه من خلال بعض الاجراءات التي ليست بالمستحيله ان احنا نشتغل عليها مع بعض حتى نحسن من معدلات وفيات الاطفال ومعدل الالتحاق برياض الاطفال وايضا معدلات الوفيات في المراحل العمريه المختلفه وده ايضا من خلال مؤشر راس المال البشري في البنك الدولي احنا في المنتصف كل هذه المؤشرات نستطيع العمل على تحسين الاداء فيها حتى نصل الى ما نتمناه من تنميه بشريه حقيقيه داخل المجتمع المصري في خلال سنوات قليله قادمه سبعه او ثمان مرتكزات رئيسيه من اول تحسين الرعايه الصحيه حتى غرس القيم والاخلاق وسيادتك بتتكلم في كل حديثك عن اهميه الوعي واهميه القيم واهميه الاخلاق في المجتمع ويمكن ده ما كانش ممكن يحصل من غير ما يكون في بنيه تحتيه مؤهله الدولة بتعملها وفي أمان وفي استقرار سياسي واستقرار اقتصادي حتى نستطيع أن احنا نشتغل على كل المحاور الرئيسية أو المرتكزات الرئيسية فيما يخص برنامج التنمية البشرية. أيضاً حددنا مراحل عمرية مختلفة من قبل الولادة إلى فوق 65 سنة حتى نستطيع مع زمايلي في المجموعة الوزارية أن كل يعمل في مكانه، إذا كان بنتكلم على تضامن اجتماعي في مراحل هامة جدا وحماية اجتماعية نتكلم على التربية والتعليم في مراحل السن المدرسي من سن ست سنوات إلى سن 18 سنة زميلي في التعليم العالي من سن 18 سنة إلى حوالي 22 سنة وزارة العمل اللي بتعمل مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي لتهيئة سوق العمل وإيجاد فرص وزارة التنمية المحلية من خلال لا مركزية الأداء في كافة المحافظات وزارة العدل من توفير الغطاء التشريعي وأيضا وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف حتى وزاره الشباب والرياضه اللي هي موجوده في كل المراحل العمريه كل دول مجموعه وزاريه فندم بنعمل سويا حتى نصل الى ما نتمناه في ملف التنميه البشريه بشكر سيادتك يا فندم على واي لو في اي استفسار من سيادتك انا جاهز فندم